بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نذكر السادة المشاهدين بتليفون البرنامج والذي سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ. الأخت سارة من مارات أرسلت بهذا السؤال الشيخ صالح، تقول إحدى الأخوات تسأل: هل إذا تكلمت في أحد أمام مجموعة وهو مجهول عنهم بمدحه أو الثناء عليه أو العكس يدخل في الغيبة ولم تذكر الاسم؟ أما الثناء عليه والمدح بما فيه هذا شيء طيب، وأما ذمه وذكر ما فيه من العيب هذا لا يجوز، لأنه غيبة، والغيبة لا تجوز إلا في الأحوال المستثنات، مثل التظلم عند الحاكم، يعني يقول فلان مطلني، أكل حقي، ظلمني، وما أشبه ذلك، لأجل إنصافه منه فيجوز هذا. وكذلك إنكار المنكر، أن تذهب إلى ولي الأمر، إلى نائب ولي الأمر، إلى رجال الحسبة أو إلى رئيس الحسبة، تقول فلان يفعل كذا وكذا، لا فلان لا يحضر صلاة الجماعة، من أجل أن يأخذ على يديه. ففي هذه الأحوال الثلاث تجوز الغيبة لأنها لغرض صحيح، وما عداها لا يجوز. وأما قولهم لا غيبة لمجهول فهذا لا أصل له، غيبة لا تجوز إلا في هذه الأمور. نعم. السجود على السرير كسجود التلاوة ما حكمه؟ لا، يسجد إذا كان يستطيع النزول ينزل ويسجد على الأرض، إذا كان لا يستطيع النزول فإنه يومي بالسجود بوجهه، يومي بالسجود في بوجهه ورقبته، ويخضع رقبته سجودا لله عز وجل. نعم، مثل ما يصلي على السرير، يصلي الرجل قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. نعم. الرضيع والطفل إذا رجع الحليب على ثياب أمه هل ينقض الوضوء؟ لا، ما ينقض الوضوء، لكن ينجس الثياب فيجب غسلها، لأن القيء نجس لأنه يخرج من المعدة، فيجب غسل أثره عن الثوب وعن البدن. نعم. نأخذ الاتصال الأول، أبو عطية من الخبر، تفضل أبو عطية. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. كيف حالك يا عم الشيخ؟ حياك الله. تفضل. حياكم الله. أنا عندي سؤالين طال عمرك. تفضل. السؤال الأول، أنا إنسان تعبان من السكر ومن الضغط، لي يعني واحد فلوس 300 ريال في رمضان، وقالوا لي لا هذا جسمه 45 كيلو، بدي جزاك الله عين. هذا السؤال الأول. طيب خلي يجاوب الشيخ لحظة. نعم، إذا كنت لا تقدر على الصيام بسبب المرض الذي ذكرته، لا تقدر على الصيام ولا على القضاء في المستقبل، فإنك تطعم عن كل يوم مسكينا، كما قال جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، من الطعام لا من النقود، ومقداره كيلو ونصف، نصف الصاع يعني كيلو ونصف من الطعام، فالمجموع عن أيام رمضان كلها 30 يوم يكون 45 كيلو. نعم. السؤال الثاني أبو عطية. السؤال الثاني، عندي اثنين من الأولاد متوفين الله يرحمهم، ولا حجوا، وأبغى أحجة. طيب.
وكم الواحد يعني؟ انا احب 2500 كل واحد ولا اكثر؟ شكرا. بدون جزاكم الله خير. شكرا. نعم، اذا كانوا ما حجوا حجة الاسلام او حاجين حجة الاسلام وتريد لهم نافلة حج فلا بأس بذلك. واما التكاليف فليس لها حد يا اخي، تكاليف على حسب ما تعطيه، ولا يجوز ان يشترط يقول ما احج الا بكذا، تعطيه ما يكفيه، ان تقدر له ما يكفيه وتعطيه اياه. نعم. طيب ناخذ صالح من الاحساء، تفضل اخي صالح. صالح، السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. الله يحييك، تفضل. مساك الله بالخير. يا شيخ انا عندي سؤال. تفضل. انا نزلت لي نذر، قلت اني حضر فلان من الناس وفلان من الناس، والله ما هو موجود، يقول ما هو موجود، لا ما ادري هو حي ولا ميت. نعم، كفر كفارة يمين. إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإذا لم تجد شيئا من هذه الأمور الثلاثة فإنك تصوم 3 أيام. نعم. طيب، من الأسئلة التي وردتنا فضيلة الشيخ صالح، السائلة وفاء من الرياض تقول يتبادل الناس ويتبادلون في هذه الأيام، وذلك عبر الكمبيوتر والتويتر وغيره، علاج على البطن وهو العسل، يوضع شيخ صالح على لاصق حتى الصباح تحت البطن أو على السرة، ويقولون بأنه يشفي من جميع الأمراض، وهذا متداول بين الناس، وقد يقولون جرب. هذا ليس هو التداوي بالعسل المعروف، التداوي بالعسل شرب العسل، إذا كان المعدة فيها وجع والبطن فيه وجع فيشرب العسل، وأما وضعه على شيء لاصق فهذا لا أصل له ولا ينفع أيضا، إنما هذه دعاية. نعم. أحسن الله إليكم. معنا فهد من الرياض، من الطائف، تفضل فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ عندي سؤال واحد فقط، الله يحفظك. تفضل. صليت المغرب وأنا مسافر. نعم. صليت مع الجماعة وأردت أن أصلي العشاء، فظنيت أن الجماعة الأخرى ستصلي العشاء، ولكن كان الإمام يصلي المغرب أيضا. نعم، لا بأس، صلي معهم العشاء، وإذا جلسوا للثالثة سلم من الثالثة، تقوم أنت تأتي بالركعة الرابعة، لأنه يلزمك الإتمام في هذه الحالة، تصليها 4-3 صليتها مع الإمام على أنها المغرب في نيتهم وأنت نيتك العشاء، ثم تقوم بعد سلام الإمام وتأتي بركعة. نعم. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. جزاكم الله. شكرا يا أخي. امرأة تقول، السائلة، ابنتها أو ابنها متوفى وهي تصوم عنه وتستغفر لابنها، فهل هذا عمل جائز وماذا يصله من الأعمال الصالحات؟ يصله الاستغفار والدعاء والصدقة، أما الصلاة فلا أحد يصلي عن أحد لأنها لا تدخلها النيابة، فيكفي الدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه. نعم. أبو هادي من أبها، تفضل يا أبو هادي. السلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. تفضل أبو هادي. عندي 3 أسئلة يا شيخ. تفضل. من فضلك. أولا الاستجمار يكفي عن الاستنجاء؟ الاستنجاء ولا لا؟ طيب يجاوب الشيخ لحظة. نعم، الاستنجاء بالحجارة أو ما يقوم مقامها من الأشياء المنقية للمخرج
يقوم مقام الاستنجاء إذا كان بثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات منقية، فإنه يقوم مقام الاستنجاء بالماء، وهذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم. نعم. السؤال الثاني أبو هادي. نعم. طيب شكرا. السؤال الثاني، طال عمرك، بيع المباري هل يصح ولا ما يصح؟ وأنا سمعت الشيخ المفتي العام أنه يفتي الواحد بيع عيش. يقول عندي فلوس. طيب قصر التلفزيون شوي. ورحت بهذا المعرض أنا وشخص واشتريت بهذه السيارة، قالوا تجوز، وأنا أسمع أنها المباري ما يصلح، فكيف؟ إيش معنى المباري؟ يعني أنا الفلوس عندي ماني بشاري السيارة لين عين زبونها، لين يجي زبونها. اي نعم. إذا شريتها وملكتها ملكاً تاماً وجاك زبون تبيعها عليه لا بأس، أما أن تبيعها عليه قبل أن تشتريها فهذا لا يجوز، هذا بيع ما لا تملك. نعم. فضيلة الشيخ، كم مقدار الزكاة من الدراهم، وماذا على زكاة 3000 ريال؟ كم عليها من الزكاة؟ ربع العشر 2.5%، 2.5 بكل 100، ويحصونها يحسبونها ويعرفونها إن شاء الله. نعم. سلطان من الطائف، تفضل يا سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يمسيكم بالنور. السلام. حياك الله. عندي سؤالين يا شيخ الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول، جالي مولود السابع. نعم. أخذ تقريبا ما يقارب 20 دقيقة. بعد توفي، هل على عقيقة أو لا؟ نعم، أحسن أنك تعق عنه ما دام ولد وهو حي ثم توفي، تسميه بالاسم الحسن وتعق عنه، لك الأجر. طيب. في ذلك إن شاء الله. طيب يجوز أدخل في عقيقة لمجان المولود الثاني بنت، أدخل في نفس العقيقة ولا خلي عقيقة الحال؟ لا، كل واحد له عقيقة، عن الذكر شاتان وعن البنت شات واحدة. نعم. طيب جزيك خيرا. طيب السؤال الثاني، من هم الأرحام يا شيخ؟ الأرحام هم الأقارب الذين تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات وبني الإخوة وبني الأخوات إلى آخره. نعم. جزيت خيرا شيخ. شكرا يا أخي. نايف من شقراء، تفضل يا نايف. نايف تفضل. تفضل يا نايف معنا. نايف. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله بخير. أبو نايف الله يحفظك. أبو نايف تفضل. معليش. يا هلا أخوي عبد الكريم، مسي عليك على الشيخ صالح. الله يحييك أبو نايف. تفضل. استفسار الله يعافيك عن طلاء الايفون اللي هو الجوال المذهب الآن في العيار 24 مع الذهب، هل يجوز النساء والرجال أو هذه نقطة؟ هذا سؤال. خلي يجاوب الشيخ، لحظة يجاوب الشيخ. ما يجوز لا للرجال ولا للنساء الجوال المذهب المطلي بالذهب أو المموه بالذهب، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، إنما الذي يجوز للنساء التحلي، أن تلبس الحلي على بدنها أو على يديها، أما أن تتخذ إناء من الذهب أو تتخذ جوالا من الذهب أو قلما من الذهب، هذا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني بخصوص الصلاة، لما الواحد مثلا فاتت الركعة الأولى وكبر في الركعة الثانية، هل يدعي دعاء استفتاح أو لا؟ اي نعم، يدعو إذا بعد تكبيرة الإحرام يأتي، يستحب أن يأتي بدعاء الاستفتاح لأنها هي الركعة الأولى بالنسبة له. نعم. معنا هادي من الرياض، تفضل هادي. هادي تفضل. هادي نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تفضل. كيف حالك شيخ صالح؟ الله يحييك. خير الحمد لله.
شيخ طال عمرك عندنا سؤال بالمناسبة. أصلا ما يرسلون الآن رسائل يقول أمانة ترسلها، ناس يقولون هذا لا يجوز وناس يقولون هذا يجوز بشروط. إيش الرسالة يا أخي؟ يرسلون رسائل عن طريق الواتساب وتجي رسالة ويكتب تحت أمانة ترسلها لعدة أشخاص، أمانة ترسلها لشخص. وش فيها الرسالة اللي وش فيها؟ وش لفظها؟ مثلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه، ويقول أمانة أنك ترسلها، وأن ترسلها لعشرة أشخاص أو ترسلها إلى شخص، أو أن أمانة يعني أنها ترسلها، يحط أمانة فيك يعني. أول شيء أمانة هذا قسم، ما يجوز القسم بالأمانة، يعني هذا شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثانيا ما يحتاج هذا إلى توصية، تقول اذكروا الله، اكثروا من ذكر الله والتسبيح والتهليل، اتصل بهم انت في الجوال والا اذا لقيتهم. اما انك توصي من يبلغهم وتعد ايضا تحدد عدد، هذا لا يجوز، هذا بدعة. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن العلامة ابن دقيق العيد، يقول أنا أقرأ في كتبه لعلكم تحدثون عنه. إمام جليل ومحدث وأصولي ومعروف في العلم، مكانته في العلم رحمه الله، وله كتب في الحديث وله شروح مثل شرح عمدة الأحكام في الفقه في الحديث، فهو إمام فقيه أصولي، وهو من الأئمة من أئمة العلم. نعم أبو فهد من القصيم معنا على الخط، تفضل أبو فهد. سم تفضل. سم يا أبو سم. تفضل يا شيخ جزاك الله خير. في طال عمرك أنا عند الوضوء، الوضع يقول لك انك لا صرت مع انك تمسح عليك كنادر وشراب تمسح على الشراب، ها؟ ولكن اذا كنت اني مثلا اني بدوره مياه، بعض المساجد اللي على الطرق وما اشبه ذلك دوره المياه يصير حولها على السيراميك والبلاط هذا ماء، واذا كيف اني افسخ؟ هل اني امسح على الكندره والشراب ولا يلزمني اني افسخ الكندره؟ لا، هو يجوز لك تمسح على الكندرة والشراب، إذا كانت الشراب والكندرة ساترتين للرجل من الكعب وما تحته يجوز أن تخير، أنت تبدأ المسح على الكندرة وتستمر على ذلك، أو تبدأ المسح على الشراب وتستمر على ذلك، للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للتكبيرات عند الصلاة على الجنازة، هل لابد من رفع اليدين؟ لا، مستحب، يستحب التكبير، لابد من شرط، من يعني ركن، تكبير في صلاة الجنازة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، أما رفع اليدين مع التكبير فهذا سنة مستحب. نعم أحسن الله إليكم. أيضا له فقرة أخرى عن تفسير البغوي، يقول ما رأي الشيخ فيه؟ تفسير جيد وطيب، والبغوي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، معروف، إمام جليل، تفسيره موثوق وهو مختصر أيضا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول لي أخت الحقيقة تقيم معي وعندها ذهب تلبسه في الأفراح فقط، هل عليه زكاة؟ لا، إذا كان تلبسه تعده لللبس والتزين به في المناسبات ليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم، لأنه من المستعملات، لم يتخذ للتجارة ولا للنمى، إنما اتخذ لللباس والتزين. نعم نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بالاستشهاد في بعض الأحاديث الضعيفة، يقول بالنسبة للداعية هل يأخذ بها؟ الأحاديث الضعيفة تختلف، منها ما يرتقي إلى درجة الحسن لغيره إذا كان له شواهد ومتابعات،
تقويه ومنها ما هو ضعيف، ويستشهد بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب في الوعظ والتذكير، ترغيب الناس في الخير وتحذيرهم من الشر. أما أنه يبنى عليه حكم شرعي تحليل أو تحريم فهذا لا يجوز في الحديث الضعيف، لا يبنى عليه حكم شرعي. نعم. قبل أن نختم هذا اللقاء نود أن نذكر الإخوة والأخوات بأن برنامجنا فتاوى سيكون من الأسبوع القادم إن شاء الله بين صلاة المغرب والعشاء، أي بعد صلاة مغرب مكة المكرمة. شكر الله لفضيلة شيخنا العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما بين لنا في هذه التوجيهات وهذه الفتاوى القيمة المبنية على الكتاب والسنة. أشكر جميع الزملاء في مكتبة الشيخ محمد عبد العزيز الحامد ويزيد الماضي، كما أشكر زملائي معي هنا في استوديو الرياض، بقية المخرجين والفنيين والمصورين. ناصر البقومي مخرجنا يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.